مقابل برر رئيس الوزراء التركي أحمد داوودوغلو قرار بلاده إسقاط الطائرة الروسية بانتهاكها المجال الجوي التركي، وأكد أن من واجب تركيا القيام بكل ما بوسعها لحماية حدودها. وأكد أوغلو أن تركيا ليس لديها أطماع في أي دولة أخرى وأن من حقها الدفاع عن أمن أراضيها، كما شدد على أن تركيا سترد بقوة على أي انتهاك لمجالها الجوي. يجب على العالم بأسره أن يعلم بأننا سنقدم كافة التضحيات ونتخذ جميع التدابير عندما يتعلق الأمر بأمن حدودنا وحياة وكرامة مواطنينا. ليست لدينا أطماع بأراضي أي دولة أخرى، وعلى الجميع أن يدرك أن لتركيا حق الدفاع عن أمن أراضيها، وإن الرد التركي على انتهاك أجوائها وأراضيها حق قومي ودولي.